بالطب يزيد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن. حلقة النهاردة هتناول موضوع بيصيب كتير من الناس، مش على المستوى المحلي ولا الإقليمي، لا على المستوى الدولي، يعني بيصيب الكبار والصغار. أغلب الناس المصابة بيه بيكونوا الناس اللي بيشتغلوا أعمال شاقة، اللي بيشيلوا، ممكن يتعرضوا لحادث أو لفة مفاجأة أو وقعة أو إصابة نتيجة يعني نقول تصادم أو تلاحم، أو حتى في الرياضة بتحدث إصابات العمود الفقري. الإصابة اللي هنتكلم عنها النهاردة يا أحبة في الله هي الانزلاق الغضروفي. وقبل ما نبدأ عن هذا في هذا الموضوع، لابد أن احنا نقدم للحلقة حلقة الأسبوع اللي فات اللي اتكلمنا فيها عن الصرع والتشنجات والكهرباء الزيادة اللي في المخ. يمكن كانت حلقة أثارت كتير من المشاهدين، يعني مكالمات جت لنا من جميع أنحاء العالم، مش بس من الدول العربية الشقيقة، لا من أوروبا ومن أمريكا. الناس اللي بيتابعونا على الإنترنت وبيتابعوا حلقاتنا، الموضوع أثر فيهم جدا، إن الكلام كان فيه بينطبق عن إزاي نحمي أولادنا اللي الكهرباء عندهم زيادة، إزاي نحمي أطفالنا اللي عندهم توحد، إزاي نحمي المرأة الحامل اللي من التشوهات اللي ممكن تحدث نتيجة الموجات الكهرومغناطيسية اللي موجودة في الأجهزة المحيطة بينا. خاصة إن دلوقتي يعني لو دخلت أي بيت، رحت أي مطعم، رحت أي مكان، تجد على طول جهاز الموبايل اللي هو التليفون المحمول في إيد الولد أو البنت أو الرجل أو المرأة. منهم بيشتغل عليه، منهم بيحضر محاضرة، منهم بيسجل مواعيده، منهم بيلعب لعبة. التعرض للجهاز بقى وقت أطول من مجرد إن نرد على تليفون. يعني كان زمان إن الجهاز بنستخدمه أوقات محدودة جداً، مكالمة أرد على المكالمة أو أتصل. وفي ناس طبيعة عملهم بيستلزم أن يفضل قاعد بالساعات الطوال 8-9 ساعات حاطط سماعة، زي الناس اللي في الكول سنتر، الناس اللي عمال يرد على مكالمات العملاء، الناس اللي قاعدين في السويتش. الناس دول بيتعرضوا لموجات كهرومغناطيسية عالية جدا، بتأثر على كهربة المخ، بتأثر على كهربة المخ. الناس اللي بيتأثروا بيها أكثر هم اللي عندهم كهرباء زيادة. يمكن الجزء اللي أثر كتير من الناس وأنا بتكلم الوقاية وإزاي نحمي أنفسنا، كان عن الشريحة الألمانية اللي أنا جبتها من ألمانيا، إزاي نحطها على الموبايل وإزاي نحطها على شاشة الكمبيوتر وعلى شاشة التلفزيون، والمرأة الحامل تحطها على المايكروويف وتحطها على الغسالة وأحيانا على المكنسة الكهربائية. كل ما يزيد الواط اللي بنقول لك أنا عايز غسالة أو مكنسة عدد الواط فيها عالي، الماتور عشان قوة شافت تبقى أعلى، لا يبقى قوة الموجات الكهرومغناطيسية اللي طالعة من الجهاز أعلى. بنقول ربنا سبحانه وتعالى منع الموجات الضارة أنها تسقط إلى الأرض، عمل للأرض ما يعرف في طبقة الأوزون. يعني الموجات الكهرومغناطيسية دي جاينا طاقة جاية من العالم، من الفضاء الخارجي، ربنا سبحانه وتعالى بينزلها. في منها أشعة تحت الحمراء، فوق بنفسجية، أشعة إكس، أشعة الراديو، أشعة الجاما. بنقول الأشعة هنا بتختلف، في أشعة ممكن تغير من تكوين الخلية، يعني تلخبط تكوين الخلية، الخلية تنقسم أو تطلع الخلية بشكل مش طبيعي وتؤدي إلى سرطانات والعياذ بالله. دي ربنا حمهنا بطبقة أوزون. أما يجي بعض العلماء يقولوا لا ده في تآكل في طبقة الأوزون، معناها أن الطاقة اللي نزلنا قد تكون حاملة لكثير من الأشعة الضارة، منها أشعة إكس وأشعة جاما. طب في ناس بنقول إحنا بنستخدم أشعة إكس في التصوير، ما بنيجي نعمل تصوير لعظم واحد مكسور ولا مفصل، بس بنقول الغرف بتبقى مبطنة بالرصاص والمريض بيتعرض للأشعة، يعني بياخد ثواني، ما بيقعدش فترة طويلة، والدكتور بيكون والفني بعيد عن المريض وبيتحكمه في الجهاز بريموت كنترول وهكذا. بنقول في ضوابط حماية ورعاية، ولكن الأجهزة الصغيرة بقى اللي بنستخدمها
بالخمس ست ساعات، احيانا واحد عمال طول النهار يبعت في رسائل، عمال يستقبل في عادي يشوف الاخبار، قاعد يلعب لعبه. بنقول هذه الاجهزه وحمل الجهاز ده ادى لمشاكل خطيره جدا في كهربه المخ. اما اتكلمنا عن الشريحه اللي بتحمي الشريحه دي، مجرد نقول تقنيه عالميه، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل خلق لنا ما جعل الله من داء الا وله دواء. الموجات الكهرومغناطيسيه ليها علاجها بالموجات الكهرومغناطيسيه، وهي الشريحه التي توضع على الاجهزه. هناخد اتصال معانا اختنا الاستاذه عائشه من الاقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أمير. أيوة يا فندم اتفضلي. يعني عايز معي سؤال لحضرتك معلش. يا اتفضلي يا حاجة عائشة. معي مرت أخويا عندها موضوع الوسواس القهري. رحنا للدكاترة كلكم ما فيهاش ولا حاجة، بس موضوع الوسواس. نعم. وهي دلوقتي يا أخوي متجوز لي شهرين، فضلك واقفة على الطلاق، ف يعني يا ريت بعد ربنا هل عند حضرتك يعني شفاء بتاعها وكده. حاضر، ربنا يشفيها ويعافيها. هنجاوبك ان شاء الله في الحلقه، هتتابعينا مع الحلقه ان شاء الله يا اختي. شكرا يا اخت عائشه. هنكمل موضوعنا ونرجع لاسئلتكم، ان الاسئله اللي وردت يمكن خلال الاسبوع ده كانت اسئله كثيره جدا، وكان يعني بنقول اما موضوع الحلقه يبقى موضوع يعني بيهم ناس كتير، بيمس حياة ناس كتير، خاصة شريحة الأطفال اللي عندهم فرط حركة، اللي عندهم تشتت في الانتباه، اللي عندهم نقص أكسجين، أو اللي عندهم توحد، أو اللي عندهم صرع. كل دول كان الموضوع بينصب عليهم. أضفنا ليهم المرأة الحامل اللي بتعرض نفسها، أنا بقول أهو، للجهاز. أنا مش عايز يحصل خناقات زوجية، سيبي جهاز الموبايل من إيدك، لا سيبي المكنسة مش على طول، المايكروويف. بنقول المرأة ما لابد أنها تبقى بعيدة عن هذه الأجهزة على الأقل فترة تكوين الجنين، اللي هي التلات شهور الأولى من الحمل اللي فيهم بيتم تخليق هذا الإنسان الجديد. بنقول الشريحة مهمة. في سؤال ورد، طب أنا جبت الشريحة وركبتها على الموبايل، هل ليها فترة صلاحية؟ يعني هي بتتشحن؟ نقول لا، ملهاش فترة صلاحية، طول ما هي موجودة على الموبايل هي شغالة. طب واحد تاني بيقول هل يمكن نشيلها من جهاز وركبها في جهاز؟ نقول هي فيها لاصق، يا ريت ما نلزقهاش، يعني نحطها على الموبايل بدون ما نلزقها. معنا اتصال تاني. سلام عليكم. معانا الاخت الحاجة عائشة. معاك يا دكتور امير. الاخت عائشة من اسكندرية. يا رب قناة الرحمة يا رب العالمين وقناة الندى وجميع القنوات الاسلامية بتاعتنا. ارجو من حضرتك، انا سني 50 سنة. نعم. بشتكي لي من دول يا دكتور رقابي برجليا، ما بقدرش انزل الا سلمة. الموضوع ده بقاله معايا بالظبط شهر. وجبت مراهم وجبت حاجات من دي وبحطها، مفيش فايدة برضه. وتاني سؤال حضرتك، بنتي عندها 2.5 سنين، اليومين دول كان جالها دور برد، اليومين دول طلع لها حبوب في فمها، فقلت لها حط لها جيل اللي هو في الصيدليه دوت ودنولا، ما عملش برضو حاجه يا دكتور. ارجو من حضرتك، وهي نحيفه جدا وضعيفه جدا، ارجو من حضرتك يعني اي حاجه تقولها لنا نعملها يا رب. يخليك كده. حاضر، ربنا يكرمك. الله يشفيها ويعافيها. ماشي يا اخت عائشه. ربنا هنسمع حضرتك انت يا دكتور امير. البرنامج بيتذاع يوم الاثنين بعد المغرب مباشرة، إن شاء الله من المغرب للعشاء. نعم، ربنا يبارك فيك وفي ربنا يحفظك جميعا يا رب، يخلي الله خير الرحمة لنا والنادي يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. فبنقول الإجابة، ما بنقول للإخوة اللي بيسألوا عن الشريحة التي تحمي، بنقول هي عبارة عن شريحة فيها خلايا كهرومغناطيسية بس عكسية. الموجة اللي طالعة من الجهاز، سواء جهاز كمبيوتر أو من تاب أو من موبايل، دي بتعكس الموجة، ما بتخليها تتعادل، يعني ما توصلش لجسم الإنسان. كتير من الناس كانوا بيقولوا بنعاني من الأرق بالليل، مجرد ما ركبوا الشريحة على الموبايل بدأ يحسوا براحة، الحمد لله، والنوم هادئ. بعض الناس يقولوا كان بيجي لنا أحلام مزعجة، الشريحة دي أدت لكده. نقول يعني هذا بفضل الله ثم بفضل جهد العلماء. معنا اتصال اختنا ام محمود من المنوفيه. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي يا اختي. لو سمعت، انا زوجي عنده حساسيه في الجيوب الانفيه، تعبان على طول. نعم. واصلا عنده حساسيه في الصدر وعملت حساسيه في الجيوب الانفيه. ايوه حاضر. وكمان في خشونه في المفاصل في الركب بالذات. حاضر ماشي. وعنده القولون تعبه بس شويه. الله يشفيه ويعافيه يا رب. امين يا رب. لو سمحت ممكن في استفسار تاني برضه؟ اتفضلي. بنت اخويا عندها طفلة عندها 3 سنين. ايوه. من بقى لها فترة بتيجي تعمل حمام مية تبول. كانت الأول بتقعد تصرخ وتعيط جامد كده. نعم. احنا كشفنا عليها كتير قوي عند دكاترة مسالك، في منهم قال لنا اعملوا مزرعة. ايوه. وعملنا تحليل مية وعملنا سونار. السونار ما فيهوش حاجة، عمل مزرعة تلاقي فيها نسبة الصديد عالية. نعم. خدت علاج بس لحد احنا ما ارتحتش وتعبانه وبتفضل تتألم جامد كده بتيجي تعمل الميه. حاضر. الله يشفيها ويعافيها يا اخت ام محمد. ماشي، احنا متشكرين قوي، جزاكم الله خير. واياكم، بارك الله فيك. شكرا يا اختي. طيب، دي أسئلة الشريحة اللي وصلت الأسبوع اللي فات، في أسئلة أخرى ولكن هنتعرض لموضوع حلقتنا، وفي آخر الحلقة إن شاء الله نجاوب على الأسئلة وعلى الأسئلة الأخرى اللي وردت لينا خلال موقع قناة الرحمة أو الموقع الرسمي للدكتور أمير صالح. قبل ما نتكلم عن موضوع غضروف العمود الفقري، أنا جهزنا لكم فيديو، الفيديو ده هتشوفه من خلاله وأنا بشرح الموضوع بيبقى سهل إزاي الناس موضوع الغضروف ده لما بيحدث عند الواحد يقدر يتصور يستوعب انا عندي ايه المشكله ازاي. تعالوا بينا نشوف الفيديو واحنا بنعلق عليه، الصوره تتضح لينا اكتر ونقدر ناخد احتياطاتنا واحنا بنتعامل مع ظهرنا. تعالوا بينا نتفرج عليه. لو احنا بصينا لجسم الانسان او ما بين الراس والفخذ عندنا 33 فقرة تمثل العمود الفقري في جسمنا. نبدأ بالفقرات العنقية، الصدرية، القطنية، ثم الفقرات العجوزية. هنقرب كده الكاميرا وندخل بين كل فقرة عاملة هي سلسلة بنسميها سلسلة. هشوف المرونة اللي بنشوفها في بين الفقرات دي هي دي اللي بتخلي الواحد يقدر يركع ويسجد ويسلم وينحني يمين وينحني شمال. ربنا سبحانه وتعالى جعل حماية العمود الفقري من الخلف حاجة زي الدبوس كده، شوكة تمنع أي إصابة محدش يعرف يوصل له، وضلوع في الفقرات الصدرية وتحت في حوض بيحميه. لو نيجي نبص كده مقطع عرضي هنشوف الغضروف بيبقى فيه في منتصفه حاجة اسمها المادة الهلامية. الهلامية دي عاملة زي صفار البيض كده بالظبط، وبيحيط بيها مادة يعني بنقول غضروفية اللي هي الدوائر دي. هي دي لما بيحصل فيها شرخ المادة الهلامية بتخرج من هذا الغضروف وهذا الديسك. طبعا ربنا خلق لنا دي يعني مصة للصدمات، مش عظم، لا دي عبارة عن غضروف طري كويتش كده تبدأ يتحمل الصدمات. اما يحصل فيه خلل في هذا الغضروف يبدأ المادة الهلامية اللي داخل الغضروف تبدأ تتحرك اهي، بدل ما كانت منتظمة لا تبدأ تخرج، يحصل فيه شرخ تبدأ تخرج اكتر. شايفين احنا اهي المسألة دي بتاخد وقت وسنوات. هشوف الفقرات، واحد بقى اجهد نفسه شال كتير، شالت على راسها، كانت بتملى مية، كان بيشيل بالاروانة، كان اهو يبدأ الغضروف يكسر او طلع يلمس العصب. الاصفر اللي انتوا شايفينه ده هو الاعصاب الطرفية. لو جه في الرجل يعمل لنا حاجة اسمه عرق النسا. النسا مش النسا ليه؟ علشان ده بينسي الانسان حتى اسمه. الالتهابات اللي بتحصل في الفقرات تخلي المسافة الضيق ما بين الفقرتين، اللون الاحمر ده الالتهاب اللي في الفقرة نفسها، يمكن علاجه لو عالجناه يرجع يترمم تاني والفقرة تبقى سليمة. لذلك ده بنشوف ايه كبار السن، في منهم اللي حركته كويسة وتلاقيه ربنا يبارك فيهم محافظين على ظهرهم وقوامهم، وفي منهم اللي اتحانى وحس ان ظهره تعبه. ليه؟ حسب الحفاظ على العمود الفقري عنده. لو احنا بصينا لهذه النعمة الكبرى، نعمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، يا ريت
يا ريت ان احنا نهتم بيها ونحافظ عليها. طب احافظ على ظهري ازاي؟ انا دلوقتي بتكلم، اولا الانسان ما يستغلش ظهره في فترات شبابه، كتير مننا يعافر ويشيل ويحط وحاجه تبقى اكتر من حمله وتلاقيه لا يحاول يشيلها. يعني في اخ جالي العياده الاسبوع الماضي، شاب صغير، كل مشكلته يقول لي اصل انا يعني كنت مسافر بالعربيه فلقيت في بلد معينه البصل رخيص، فنزلت اشتريت شوالين بصل وطلعت واحد لوالدي في الدور الخامس. طبعا ربنا يجازيه خير انه بر بوالده، وطلعت واحد عندي في شقتي بعدها ما قدرتش اتحرك ظهري، هو سنه في الثلاثينات، شوال البصل اللي شاله جاب له مشكله كبيره جدا. شوال البصل قد يكون في بعض التوفير، اما اشتري شوال غير اما اشتري البصل بالكيلو، ودي بنقولها للاخوات اللي بتروح السوق وتلاقيها شاريه يعني 10 كيلو مش عارف ايه كرومبا في ايد وقرنبيط وفاكهه تلاقيها شايله فوق ال 30 40 كيلو وهي ماشيه. طبعا بنقول هذا الكلام مع استمرار وما بيتمش مره واحده، يعني اخونا اللي شال شوال البصل كانت مره واحده، لكن المراه اللي كل يومين رايحه السوق عشان تشتري وعماله تحمل وتشيل كل ده حمل على الظهر، هيجي وقت معين الظهر بيتحمل، بس هيجي وقت العضلات اللي كانت بتشيل لا الواحد بيكبر بقى والعضله ونقول الغضروف المحيط بالفقره ده من كتر الحمل عليها هيبدا يتشقق، واول ما يتشقق يسمح بقى للماده الهلاميه انها تطلع وتضغط على العصب ويمشي يقول لك انا بقيت معوج وظهري منحني ورجلي بقى الغضروف بيضرب فيها وسمنت الرجل فيها انقباض وادمي ما بقتش قادر احركه وتنميل في القدمين، وبعض الاحيان يقول لك انا بقى عندي مشكله في الاخراج، البول بيسبقني. بيسبقني يعني ايه؟ الكلمه دي موجوده وبيقولوها كتير من المرضى، يعني يقول لك مجرد ما احس ان انا عايز ادخل الحمام ما بلحقش نفسي. هنا معناه ان العصب الضغط عليه ضغط شديد جدا نتيجه هذا الغضروف. طيب احنا بنيجي نبص للغضروف ده بنلاقيه يعني درجات، درجه بسيطه، درجه متوسطه، ودرجه جديده. الدرجة البسيطة والمتوسطة لا نذهب فيهم إلى الجراحة، ويمكن كثير من أساتذة جراحين العمود الفقري سواء جراحة أعصاب أو جراحة عظام ينصحوا المرضى يقولوا لهم طالما الغضروف جالك في الظهر أنت محتاج لعوامل حماية. أولا انقاص وزنك، لو أنت من البدناء والبدناء دول اللي شايلين أوزان فوق أوزانهم، يعني واحد مفروض يبقى وزنه 80 كيلو وهو بقى وزنه 130 كيلو، ده معناه انه شايل واحد معاه كمان بيطلع بيه السلم وينزل بيقول له لازم تخس. الكلمه دي بتضايق كتير من المرضى، ولكن كلنا نستطيع ان احنا نخس. ليه؟ لو في اراده. الاراده اللي بتخلينا اما اجي اكل، ودي يمكن ربنا بينمها لنا في الصيام في شهر رمضان، اما اجي اكل حتى اقول بحسب ابن ادم لقيمات، بلاش ان انا اكل الدهون، بلاش اكل حلويات كتير. انا بقول عدم الافراط، يعني الواحد يدوق، لكن الافراط في الاكل هو ده المشكلة. نمرة اتنين الاجهاد العضلي، يعني واحد عنده غضروف وراح عمل اشعة رنين، اشعة الرنين بينت وربنا جعل شوية ادوية مضادة للالتهاب وجلسات علاج طبيعي وعمل حجامة وابر صينية، الحاجات البسيطة السهلة واربة المية والحزام اللي اتلبس، كل دول هيقول لك انا بقيت الحمد لله ظهري كويس. مش معنى ان ظهرك كويس انك ترجع تاني تحمل، يعني انت المره اللي فاتت اشتريت شوال بصل تيجي المره دي شوال بطاطا او بطاطس وتقول لا ما هو لا اياك وشيل بقى الاحمال، ان هنا بقى في نقطه ضعف في الظهر. هناخد اتصال تاني. سلام عليكم. اختنا امه الله من القليوبيه. سلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لو سمحت انا كنت عاوزه يا اما رقم العياده يا اما تليفون حضرتك، اي حاجه يعني. طيب هنديكي رقم التليفون، خليكي معانا كنترول يدهولك ان شاء الله. بنقول الانزلاق الغضروفي مش مجرد ان انا ارتحت ارجع لحياتي الطبيعيه تاني، يعني هو بتبقى خلاص، بس يبقى فينا المريض ده يعرف ان بقى في عنده نقطه ضعف في ظهره، ما يبقاش بقى يتحامل ويشيل ويحط، لا هنا انت اصبحت لابد انك تاخذ كل الامور بنقول باعتدال، ما فيش التحميل.
أسوأ وضع ممكن يتعب مريض الانزلاق الغضروفي هو وضع الجلوس اللي قاعد، ولذلك ده بيصيب كتير من إخواننا السائقين سواء التكوسة والميكروباص والشاحنات الكبيرة النقل، لكن أغلبهم عندهم مشاكل في الظهر. ليه؟ إن الوضع ده بيبقى وضع تحميلي على الفقرات. طيب لو أنا عندي ده وأنا وظيفتي هي إن أنا أسوق، لا أحاول أغير الوظيفة، يعني أشوف شغلانة أبسط ما فيش فيها الجلوس لفترة طويلة والحركة تبقى موجودة. الوضع السيء التاني هو الوقوف الثابت. الناس اللي بتاخد وضع الثبات ويفضل واقف فيه فترة طويلة ظهره يألمه، يليهم وضع المشي اللي هو الواحد اللي بيتحرك. وبعدين بنقول المشي لابد يكون بفترات معقولة، الواحد مش يروح يمشي بقى مشوار يبقى عارف ان عنده انزلاق وظهره تعبه يقول لك انا همشي. ويمكن حاجات من اللي بشفق عليها للمرضى اللي عندهم انزلاقات في ظهرهم، اكبر مشكلة وشكوى هو شيل كمية كبيرة جدا من الاشاعات معاهم وهم رايحين للدكتور. تلاقي المريض شايل شنطة مليانة يعني وزنها لوحده 5-6 كيلو كلها اشاعات، نقول لا خلي حد معاك، وخصوصا الاخوات تلاقيها شايلة شنطة في كتفها كمان، فده حمل عليها. هناخد فاصل ثم نرجع اليكم تاني، انتظرونا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورجعنا لكم بنقول يا ريت اللي عنده مشكلة في ظهره إياكوا شيل التقيل، خاصة الإشاعات اللي بتمشي بيها معاك بقى إشاعة من الثمانينات، ما تقول دي إشاعة عملتها وأنا عندي 18 سنة ودي إشاعة، لا هات الإشاعة المطلوبة هي اللي توريها للدكتور، لو ضرورة هات التقرير بس معاك. ويمكن دلوقتي مراكز الأشعة كلها بتدي اسطوانة بالأشعة بدل من الواحد يشيل الشيلة التقيلة اللي معاه. بنقول أيضا من الأشياء اللي مفروض المريض يلاحظها إنه ما يزقش وما يشدش، مش الشيل بس، لا الحاجات اللي بزود فيها الضغط على الفقرات. واحد وهو ماشي يقول له معلش إيدك معانا العربية كده، تلاقيه يبدأ يوطي ويزق، يبدأ الغضروف يرجع تاني يرد، أو يقول له تعالى شد معايا النيش عشان هنفرش السجادة تحت النيش. طب دي بتحصل في البيوت، لا هنا أنا عندي ظهري فيه مشكلة، ما حاولش إن أنا أشيل ولا زق ولا شد. أيضا الإمساك المزمن، الواحد لو دخل أعزكم الله لقضاء الحاجة يبدأ لو حزق في الحمام يقول لك ظهري طاق. الناس اللي يجي لهم عطس مستمر حساسية جيوب أنفية طول ما قاعد يعطس، كل عطسة يقول لك بتسمع في ظهري إن ظهري بيتعبني، وهنا ده لازم ياخد باله. بنقول هل العلاج الطبيعي في هذه المرحلة الأولى والتانية مفيد؟ طبعا مفيد جدا، ويمكن عمل وسائل كتيرة جدا لألام الظهر، منها تمرينات تقوية عضلات الظهر، منها تمرينات القوام، منها عمل جلسات الليزر، جلسات جهاز التنس اللي هو قاتل الألم. ممكن نستخدم إربة الماء السخنة، أشعة تحت الحمراء، الموجات القصيرة، الموجات الفوق الصوتية، كل ده بيسكن الوجع وبيقلل الالتهاب اللي حوالين الغضروف. طيب لو المريض وصل للمرحلة الثالثة، والثالثة دي أنا لازم أوضحها، يعني مش الأشعة اللي بتحكم بيها، لا يعني لو مريض جاي بيقول أنا ما عدتش أتحكم في البول، البول بيسبقني خلاص، أو أدمي حصل فيه سقوط في الأدم، أنا ما بعرفش أمشي، أنا بمشي إن الخطوة ما عنديش عصب يرفع الأدم، ده هنا ده بقى مفروض جاري نروح على جراح العمود الفقري يعمل له عملية. أو واحد يقول عندي ألم ما بينيمنيش، كل المسكنات مش جايبة معايا نتيجة، ده أيضا لابد إن احنا نعمل له جراحة. أو ممكن واحد يقول لك فقدت الإحساس، لو أدوس على نار تحت رجلي، دبوس، إزازة، أي شيء ما بحسش بالألم في رجلي، هنا لازم الواحد يبقى دول الأربع أشياء، عدم التحكم في الإخراج، ضعف عضلات، فقد إحساس، أو ألم مبرح لا يستجيب إلى أي مسكنات سواء طبيعية أو كيميائية. هنيجي الأسئلة بتاعتنا اللي وردت، نشوف الأول اللي جات في البرنامج. السؤال الأول جانا بالإس إم إس للأخ حسن، بقول أنا بعاني من فيروس سي، إنزيمات الكبد عالية، عمل تحليل لقى إنزيمات الكبد عالية ولقى في زيادة في حمض البوليك في الدم. طيب نبدأ نقسم المشكلة كده، فيروس سي ده المشكلة الأولى، زيادة في الإنزيمات يعني الوظائف بتاعت الكبد بدأت تقل،
وعنده زيادة في حمض البوليك، أول شيء هقدر أنصح بيه أخونا أقول له الابتعاد عن الدهون في الأكل، الحادق والحراق والمسبك، ابعد عن الشطة، ابعد عن المقلي والمحمر، عن الجبن الدسمة زي جبنة الرومي والفلمانك والنستو، خليك بقى مع الجبنة القريش وزيت الزيتون، ابتعد عن المخبوزات الافرنج، يعني مش وانت رايح الشغل فطيره بعجوه، فطيره بسمسم، حاجه بعسل، لا، كل ده بيضر. ليه؟ انه هيزود الحمل على الكبد هنا. الامر الثاني بقول له اما تتعب باي التهابات خاصه في المفاصل اياك ان تلجا الى الادويه مضادات الالتهاب. ليه؟ مضادات الالتهاب بتتعب الكبد جدا. فمريض عنده فيروس سي والإنزيمات عالية ويبدأ ياخد بقى مضادات للالتهاب مع أسمائها المختلفة، يبقى هنا بيتعب الكبد عنده، فيلجأ لوسائل طبيعية أفضل له. طب إيه الأعشاب اللي ممكن ننصحها لأخونا بعد النظام الغذائي؟ أولا ياخد الهندباء البري. الهندباء البري اللي بنسميه السريس أو الشاكوري، الفلاحين يعرفوه، وده ياريت يبقى ناشف، الورق بتاعه مش البذر، بتبقى نصف ملعقة على كوباية مية مغلية صباحا ومساء. وناخد أيضا الكركم ربع معلقة على الأكل مرة واحدة في اليوم. نيجي لشق السؤال الثاني، وهو ممكن نقول ناخد قشر الخرشوف بيتعمل مغلي بعد الغداء يوميا. الشق السؤال الثاني وهو ارتفاع نسبة حمض البوليك في الدم. حمض البوليك في الدم لما بترتفع نسبته مش مجرد ألم بقى في المفاصل والغضاريف وأدمي مش عارف أدوس عليه وكعب رجلي فيه دبوس، لا، الكلام ده مش هو اللي يخوف. اللي يخوف إن ده بيبقى مؤشر لوظائف الكلى. الكلى هنا تبدأ الملح الزيادة فيها يعمل حصوات ويأثر على الوظيفة. طب أنا برضو أنصح أخونا البعد عن اللحوم الحمراء، الكبدة، الكلاوي، الطحال، القلب، الأوانس، الشاي والقهوة، كلام حفظتوه بقى من الحلقات اللي بنقولها كتير، ونمتنع عن الشاي والقهوة وعن البقول. البقول يقولك طب هاكل ايه، ده انا هو في الشغل ما كنتش اخد سندوتش الفول والطعمية، نقول له لا يا حسن ابتعد عن دول، جبنة قريش ماشي الحال، ان الفول والطعمية عبارة عن بروتينات نباتية ولكن كلها بتؤثر على زيادة حمض البوليك عندك في الدم. ندور على فطار بعيد عن الفول والطعمية. طيب أختنا الحاجة عائشة من الأقصر بتقول مرات أخويا ربنا ابتلاها بالوسواس القهري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض. بنقول لها العلاج لابد من العلاج الكيميائي، ولكن نحاول مع العلاج الكيميائي، المريض هنا محتاج دعم أسري. يعني ايه دعم اسري؟ يحس ان العيله حواليه، ان الاهل معاه، نرجع له الثقه في نفسه، نديله بعض الاعشاب البسيطه، يعني ياخد فيه مركب من الشمر واليانسون والكراويه والنعناع والبابونج، معلقه على كوب ماء صباحا ومساء بتتغلي وتتحلى بعسل النحل، مفيده. ايضا التلبينه في غايه الاهميه، لو هياخدها المريض صبح وبالليل مفيده جدا. القسط الهندي او القسط البحري نصف ملعقه صغيره على كوبايه ميه مغليه وتحلى بالعسل، ايضا مفيد ومهم جدا. الاشياء دي بنقول فيها عشبه تسمى عشبه القديس، دي بتتاخد مساء بعد العشاء، يعني ككوب عشان الواحد يقدر ينام نوم هادئ. ممكن في الوسائل بقى العلاج بالطب التكميلي ممكن نعمل الحجامة، ممكن نعمل الإبر الصينية، الاثنين لهم أهمية وفوائد كبيرة جدا. الأخت عائشة من الإسكندرية سنها 50 سنة بتعاني من خشونة في الركب، بنقول تقوية عضلات الفخذ، عمل الحجامة وجلسات علاج طبيعي علشان أقوي عضلات الفخذ وأثر على الألم. برضو الوزن لو زيادة بننصح أختنا أن هي تنقص من وزنها، يعني التزام بنظام غذائي بسيط، مش عايزين يعني يبقى فيه قسوة ولكن نظام بسيط. بتقول الحفيدة ربنا يبارك لها فيها 2.5 سنين طلع لها حبوب في الفم وحطت الكريم اللي بيتباع في الصيدلية، النتيجة مش كويسة، لسه فيه الالتهاب وضعيفة جدا. طبعا التهابات الفم متعددة الأسباب. أنا بنصح مع الأطفال تحديدا، المسألة مش عايزة اجتهاد،
يعني معلش نتعب شويه ونصرف شويه. انا عارف الناس يعني بيبقى الحاله الاقتصاديه، ولكن الاولاد اغلى من اي مال. فبنقول لابد ان طبيب الاطفال او طبيبه الاطفال تبص على الطفل ده وتشوف ايه الحبوب. ان الحبوب، كلمه حبوب دي كلمه عامه، ممكن تبقى حاجات كتير، ممكن تبقى فطريات في الفم، ممكن تبقى بكتيريا، ممكن تبقى فيروسات. نعرف السبب ايه، مين اللي يقدر يشخصه. يعني ما ينفعش ان احنا نعالج بالتليفون، لا، لابد ان احنا نعرف السبب، خصوصا عند الاطفال. انا ببقى عندي يعني نقول شفقه ورحمه بيهم، ما لا، لابد نديهم اهتمام ورعايه. ممكن الواحد يجي على نفسه شويه، لكن الطفل اللي مش قادر يعبر وخصوصا في فمه اللي مش هيقدر ياكل بيه، يعني سنتين ونص مجرد التهاب في الفم هياكل ازاي؟ يبقى ضعيف، طبعا هيبقى ضعيف وتعبان. يبقى نحاول نعالج بالتشخيص ونديله بقى نظام غذائي جيد، يعني ندي السمك المسلوق، المشوي، الزبادي بالعسل، الزبادي مع جنين القمح، منقوع التمر، منقوع التين، منقوع الزبيب، الشوفان. الولاد لازم نهتم بتغذيتهم، بنقول بيبقوا محتاجين يعني أشبه ما يكون بميزانية خاصة. شوربة الخضار مهمة، العصائر الطبيعية في البيت وما نضيفش عليها سكر، وخلينا مع العسل، ربنا سبحانه وتعالى يقويهم ينبتهم نباتا حسنا. أختنا أم محمود من المنوفية يعني بتهتم الأول بالزوج، بتقول ربنا يعافيه يا رب ويشفيه، حساسية في الجيوب الأنفية، أدت لحساسية في الصدر، وعنده التهاب في المفاصل والقولون تعبه. يعني نقول نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. هناخد مشكلة مشكلة. حساسية الجيوب الأنفية عمل الحجامة، ودي مفيدة جدا، بتتعمل على الجيوب الأنفية وعلى الصدر اللي هي على الظهر، دي لأزمة الصدر. ومعها بندي منقوع القرنفل، 7 حبات قرنفل تتنقع بالليل في مية مغلية تتشرب على الريق صباح. أما التهاب المفاصل فبندي خليط من الزيوت اللي هو زيت الزيتون، زيت النعناع الفلفلي، زيت القرنفل، وزيت الزنجبيل. دول احنا عاملينهم في صورة كريم وبنعرضه عليكم في التلفزيون، وفي منه رخيص ممكن ناخده، ده سهل جدا. والدهان يكون صباحا ومساء من أسفل لأعلى، وتقوية عضلات الفخذ. أما القولون فمغلي الشمر، نغلي الشمر بعد كل وجبة نص معلقة صغيرة ونشربها. وبعض الكتب الطبية تقول ويستحب أكل الحب بعد ما يتسرق، يعني بعد ما نشرب المية ناكل الحبوب زي ما بنعملها في الحلبة وإحنا بناكلها. أختنا أم محمود ربنا يجزيها خير، طبعا اهتمت بالزوج الأول ثم اهتمت ببنت أخوها، بتقول عندها 3 سنوات، التبول بتصرخ منه. أما عملوا المزرعة لقوا فيه كمية صديد عالية، وعملوا لها مزرعة وبتاخد المضاد الحيوي، ولكن لا زالت تعبانة. ده المشكلة. بنقول الأطفال أحيانا ما يشربوش مية كافية، الأطفال ما يفتكروش يشربوا. بنت زي كده عندها 3 سنين لابد ان احنا نفكرها من وقت للتاني، لا اشربي، ونديها مية كتير، ونديها بعض مدرات البول زي مية الشعير. ممكن نعمل لها حاجة زي الحلفة بر، والحلفة بر من الاعشاب الامنة. الامنة ليه؟ انها داخلة ضمن 200 عشب اللي في دستور العلاج العشبي الدولي. يعني في 200 عشب كده دوليا بنقول اعشاب امنة، امنة يعني ملهاش اعراض جانبية، فدي تستخدم مع الأطفال لا بأس، بس نديها نسبة تتناسب معه، ونسقيها مية كتير. بفضل الله تتحسن مع مية الشعير، العصير، القصب، بإذن الله تجيب نتائج طيبة. الأسئلة اللي وردت خلال بقى القناة وتفاعلكم معنا خلال الأسبوع، في أسئلة كتيرة الحقيقة، ولكن يعني أنا هتخير منها، هو كلهم مهمين بالنسبة لأصحابهم، بس أنا هقول ايه الاكثر اهمية بالنسبة للناس. بيقول اطعمة، يعني سائل هنا بيقول عايز اطعمة مهمة وتكون ضرورية لقوة العظام. ان انتشرت الايام دي كل واحد يروح يعمل مقياس هشاشة، كان النساء زمان يعني نقول الجدات عظمهم قوي، دلوقتي تروح تقول لك العظم فيه هشاشة، هشاشة في الذراعين وفي الفخذ وهشاشة في العمود الفقري. طب ايه السبب؟ سبب أسبابه كتيرة جدا، منها أهمها قلة هرمون الاستروجين عند النساء بعد سن الوقار. طب نعوضهم بإيه؟ عشان نعوض الهرمون بندي الفول الصويا. طب واحد يقول طب الفول الصويا بيتخن، نقول له ما تعتقدش أو إن معلقة هتتخن،
ولكن لو خايف خد كبسولات الصويا او تاخد لبن الصويا وده بيتباع في السوبر ماركت. طب معاهم ايه بقى من الاطعمة اللي تقوي العظام؟ اولا نقول سيد الاطعمة بالنسبة لهم هو اللبن اللي اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما شربوا قال اللهم ارزقنا اللهم زدنا منه. كل طعام ياكله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحمد الله اولا وقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا خيرا منه. خير من ايه؟ من الاكل اللي كلته الا اللبن. وكلمة اللبن انا مش اختراع، ان بعض الاخوة العرب يقعد يقولك لا اسمه الحليب واللبن ده هو الزبادي، لا نقول اللبن ان ربنا ذكره في القرآن يخرج من بين فرث ودم لبنا، اهو ما قالش يخرج ايه حليبا قال لبنا، فاحنا نرجع للقرآن. فاللبن مهم جدا ومنتجاته، يعني اللي يقولك انا القولون بيتعبني نديله جبنة القريش ماشي. طيب منتجات اللبن سواء الزبادي جبنة القريش اللبن الرايب اللي احنا يعني دلوقتي بقى اتباع في كثير من المحلات، نقول كل دول مقويات للعظام. طيب الاسماك، ربنا ما ترك شيء في بيئة معينة، يعني الناس اللي في البيئة الساحلية يستطيعوا ان هم يعتمدوا في غذائهم على الاسماك، ومعها نقول المخلوقات بقى البحرية زي الايه الجندفلي الكابوريا الجمبري حسب مقدرة كل من كان. طيب الناس اللي ساكنة في يعني نقول في القرى الزراعية البيئة الفلاحين يعني يحصلوا عليه من ألبان. طب البيئة الصحراوية ازاي يحصلوا على كمية كالسيوم كفاية؟ الكالسيوم ده ممكن موجود في الكمون او حبة هو ناشفة ممكن ناخد نص معلقة كمون فيها كالسيوم. البقدونس سواء اخضر او جاف، يبقى البقدونس الكمون مهم جدا للانسان ان هو ياخد هذه المواد عشان تقوي عظامه. السمسم من الاشياء اللي فيها كمية كالسيوم كبيرة جدا، وممكن يعني الطحينة بنقوله من افضل الوجبات للمرأة بعد سن الوقار، لو ما فيش يعني عندها سكر بتاخد العسل بالطحينة. العسل هيديها كمية حديد اللي هو العسل الاسود اللي هو عسل المولاس، او تاخد دبس الرمان او دبس التمر. ايه الدبس ده؟ العسل اللي طالع من الرمان او العسل اللي طالع من البلح، وده موجود في اغلب دلوقتي المحلات الكبرى. ده مفيد جدا لقوة العظام. بعض الاخوة بيقولوا احنا هل المرأة الحامل تتناول مكملات غذائية؟ احنا بقول المرأة الحامل دي يمكن افردنا لها حلقات قديمة سابقة عن اطعام المرأة الحامل خلال الثلاث شهور الاولى والثلاث شهور المتوسطة والثلاث شهور الاخيرة من الحمل والطعام بعد الولادة. بنقول المكملات الغذائية اذا لزم الامر. احنا كنا زمان بنوصف بس دلوقتي بقت فيه الطبيبة المتابعة. بنقول منظمة الصحة العالمية قالت ان المرأة الحامل لابد انها تزور طبيبة امراض النساء والتوليد على الاقل من 6 لـ 8 مرات خلال الحمل، والشهر الاخير من الحمل تزورها كل اسبوع علشان الولادة تتم بصورة طيبة بعيدا عن المضاعفات اللي تؤثر على الطفل او على الام. بنقول الزيارة دي مش هتحتوي بس ان انا هتشوف حالة الجنين وتسمع دقات قلبه او نوع، لا ده احنا بتبقى ايه الدكتورة بتشوف الصحة العامة، تعمل تحاليل تشوف نسبة الحديد، تشوف هل المريضة دي محتاجة حمض الفوليك ولا لا، هل المريضة دي محتاجة في التحليل بتاعها هل الار اتش عندها سالب ولا موجب. ان ممكن لو هو سالب والست مش عارفة ويتولد الطفل بيحصل مضادات اجسام في جسمها للطفل اللي جاي ويتولد بيخش حض، بتبقى مشكلة كبيرة. ايضا المتابعة عند طبيبة امراض النساء مش بس مجرد، لا بتشوف يعني اتساع الحوض هل يسمح لمرور رأس الجنين اثناء الولادة ولا لازم تبقى الولادة قيصرية. كل دي بتقيم امور كتيرة بتقيمها، منها المكملات الغذائية. لو لقيت عندها نقص حديد هتوصف لها حديد، لو لقيت عندها نقص فيتامينز هتديها فيتامينز، لو عندها نقص املاح هتديها املاح. ولكن النصيحة
ما نروحش نشتري من نفسنا، ان حسب الحاله ممكن واحد يبقى عندها مش محتاجه فيتامينات وعماله تاخد في فيتامينات، دي ممكن تعمل مشكله. او عندها الحديد نسبه الهيموجلوبين كويسه والشهيه معقوله مش محتاجه، فلا بد انها تمشي تحت اشراف طبي. في سؤال، هو سؤال يعني اقول انه سؤال ذكي شويه، بعض الناس بيقولوا عايزين نشوف علامات او دلائل لارتفاع نسبة الدهون في الدم خاصة الكوليسترول والدهون الثلاثية. يعني ايه اللي ممكن يديني شعور ان انا ممكن يبقى عندي؟ نمرة واحد البدانة، لو واحد وزنه زيادة مفروض انه يروح يحلل دهون ثلاثية ويشوف. الوخم يعني يعمل مجهود يقولك انا كان نشاطي كويس جدا، ولكن من قيمة شهرين ثلاثة كده اقوم من السرير مش قادر، تقيل مش عارف اتحرك، دي ممكن تبقى علامة. علامة التالتة انه ممكن يقول لك انا بدأ يحصل عندي تنميل في دماغي في وشي، حاسس ان انا دماغي الاسماء بتفلت مني، اقابل واحد ابص له كده ايوه ازيك يا فلان، اقعد ادور على اسمه اخد وقت طويل، هنا بنقول دي بتبقى علامات ان قد تكون هناك بوادر ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. واللي يقدر يؤكد هذا هو التحليل، يعني ما يجيش واحد يقول ايه انا شكلي كده عندي ارتفاع في الدهون الثلاثية، لا مفيش شكلك. في ناس كتير شكلها بدناء وكده ما عندهمش، وفي ناس رفيعين عندهم ارتفاع عالي جدا في الدهون الثلاثية والكوليسترول نتيجة النظام الغذائي، هو رفيع كل ما يقعد بقى في اي قعدة يقولوا يا عم احنا ما تتخن شوية اجمد شوية، فيلموا له بقى اللحمة السمينة وجلد الفرخة وكل ما هو يقول له لا انت هتاكل زينا كباب، لا لا انت جيب طرب عشان ده بقى فيه الدهون متغطية فهاكل الدهون. اما اكل الدهون هو جسمه ما بينموش، ما بيحصلش فيه السمنة، خلايا الجسم عنده ربنا كاتب له كده يعيش نحيف، بس الدهون دي هتروح فين؟ تجري على الكبد الاول تعمل تدهن فيه وتزود نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، ويعاني بقى من مشاكل كبيرة. وساعتها ما يجي نقول له ما تاكلش دهون لك وانا فيا ايه ده انا رفيع، يا عمي مش مسألة مش بالتخن ومش بالرفع، المسألة بنسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية اللي في الدم. فدي بنقول التحليل مهم جدا. سؤال ورد بيقول ما هي الطرق الآمنة للتخلص من الصداع أثناء الحمل؟ طبعا ربنا يعافينا وإياكم. المرأة ممكن تصدع نتيجة أسباب كتيرة جدا، يعني أهمها انخفاض ضغط الدم، تحس إنها هبطانة وتصدع. لو هبطانة وتصدع بتحاول تشرب عرقسوس بيرفع لها شوية الضغط، لكن لو هو صداع من اللي بيقولوا مش عارفين له سبب، يسموه صداع عصبي، صداع ومضات، صداع ضغط تنشن، طب ده نعمل ايه؟ بنعمل تدليك لفروة الراس. يعني لو دخلنا كلنا على موقع القناة او على موقع الرسمي الدكتور امير صالح هتشوفوا الفيديو انا مقعد واحد بعمل له ازاي تدليك لفروة الراس. اهمها الامر السهل او ان احنا نيجي على المكان ده ونعمل دوائر، سواء دوائر امامية او دوائر عكسية، والدايرة ما تبقاش يعني بسيطة في سطح الجلد، لا اضغط شوية، يعني خليها بيسموها فرم. فرم يعني ايه؟ يعني متوسطة الشدة. واعمل الدوائر بفضل الله المريض بيتحسن جدا، يعني لو هعملها الصبح وبالليل مع تحريك الاصابع على الجبهة، ممكن اعمل شد لبصيلات الشعر شوية، ممكن اعمل التدليك لفروة الراس زي ما كثير من الحلاقين كانوا بيعملوها زمان، ودي كانت بتحسن الارتواء الدموي لفروة الرأس. يعني اجد ان الوقت جري مننا بسرعة، ويعني يمكن الحلقة دي قدرنا نجاوب عن مسألة الموجات الكهرومغناطيسية وازاي الشريحة الحافظة بعد الله عز وجل من الموجات دي سواء الاطفال او الكبار، وتكلمنا عن الانزلاق الغضروفي وشفنا مع بعض ازاي بيحصل في الظهر. وبنقول واحنا بنختم هذه الحلقة نرفع اكف الضراعة لله عز وجل ان يشفي كل مريض وان يعفو عن كل مبتلى وان يأجر كل من قام على هذه الحلقة من اخواننا اللي خلف الكاميرا واللي اعدوا المادة العلمية واللي اداني فكرتها والمخرج. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وفي ميزان حسناتهم اجمعين. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الطب سلام وأمان، بالطب تعيش الأبدان.